صحيح، وبكل تأكيد إن فيروس كورونا لم يترك أي قطاع من القطاعات الاقتصادية في العالم أو في مصر إلا وكان ليه تأثير عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب. خلينا نقول إن قطاع العقارات أو سوق العقارات في مصر شفنا خلال شهر رمضان اللي فات كان في منافسة شرسة من شركات العقارات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع كبرى الشركات العالمية اللي اعتدنا وتعودنا عليها إنها هي الشركات فقط اللي بتقوم بعمل إعلانات. هل الإعلانات وحملات الإعلانات الكبيرة اللي بتقوم بها هذه الشركات بتدل على إن في رواج في سوق العقارات؟ والنهاردة لما يكون في منافسة كبيرة ما بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص والدولة كمان ليها مشروعات، هل ده بيقول إن فكرة التسعير هتكون إيجابية بالنسبة للمستثمر؟ بشكل مختصر يعني، هل السعر هيكون رخيص؟ اشتري من مين؟ من الحكومة ولا القطاع الخاص؟ واشتري بناء على ايه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من الدكتور عبد الرحمن خليل، المستشار الاداري لمجموعة من الكيانات والشركات الاقتصادية في كل انحاء العالم. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. خلينا نقول ان احنا اكيد حضرتك ما تفاجئتش زي مشاهدين كتير لما شفنا ان في شركات عقارات حكومية بتقوم بعمل اعلانات في رمضان بالتحديد، وكمان في تكتلات اقتصادية من الحكومة مع كبرى شركات العقارات. هل ده بيقول ان احنا داخلين على فكرة تسعير هتكون فيها اسعار منخفضة للمستهلك، ولا الموضوع هيبقى السعر هيعلى اكتر واكتر لان هتبقى فيه خدمات افضل؟ جميل. طبعا تابعت زي كل الناس ما بتتابع حجم الـ الميديا العقارية، الحجم الاعلانات وحجم الكامبينز اللي اتعملت كبيره جدا جدا من كل القطاعات ومن كل الشركات والمطورين القدام والجداد والحكومي والقطاع الخاص وغيره. خلينا نقول ان كل منافسه، كل ما بيكون في منافسه اكتر، كل ما بيكون ده في صالح او يمكن ان يكون في صالح العميل. يعني ايه بيكون في صالح العميل؟ اكيد احنا كله بيتنافس انه يقدم خدمه افضل جوده، ويبقى في منافسه سعريه ومنافسه في قيمه ومنافسه في افكار جديده ومنافسه في شراكات استراتيجيه، اللي داخل معاه شريك اجنبي واللي داخل معاه شريك حكومي واللي داخل معاه شريك ايا كان الكيانات. فكره المنافسه بتاعت الصغيرين لوحدهم ما بقتش موجوده زي ما بنسميها دايما، وكنت قلتها يمكن في حوار سابق قبل كده، موضوع ان المنافسه للكبار فقط. طب هي ما بقتش موجوده ولا ما بقاش ليها مكان اصلا على الساحه؟ هو المنافسه صعبه، يعني اكيد مش حاجه سهله. فانت لو مش قادر، لو ما عندكش مقومات النجاح ومقومات اللي تخليك تقدر تنافس، فاكيد احسن لك ما تدخلش. اما تعمل تكتلات، تبقى جزء من تكتل اقتصادي كبير فيبقى عندك فرصه للمنافسه، او انك تعيد حساباتك فيما يخص دخول السوق اصلا في حد ذاته. انما جزئيه السعر اللي حضرتك سالتي فيها دي نقطه مهمه جدا، والبعض بيقع فيها من العملاء نفسهم، المواطن العادي اللي بيتعرض عليه وحده سكنيه او تجاريه او غيره في القطاع العقاري. البعض احيانا بيروح للحل ان انا ازاي اجيب حاجه باقل سعر ممكن، او الغالب بيدور على اقل سعر ممكن. صحيح. ومش دايما بيكون القرار ده قرار سليم. السعر حاجه مهمه طبعا جدا، ولكن هو رقم اثنين او رقم ثلاثة، لان رقم واحد القيمة. طيب خليني اسأل حضرتك السؤال بشكل مباشر. اتفضل. لما اكون انا عندي نية الشراء والاستعداد الكامل، هل النهاردة انا اشتري بناء على مكان ولا على اسم شركة ولا على خدمة ما بعد البيع اللي هتتقدم لي؟ يعني احنا بنشوف ان في شركات كبيرة موجودة في نفس الاماكن اللي فيها شركات قطاع عام وشركات قطاع خاص، وبتبيع بثلاث اضعاف السعر، ومع ذلك الناس حريصة انها تشتري منه. كويس. كويس ان حضرتك ذكرت المثال ده، لانه السعر مش هو لوحده العنصر الوحيد في المعادله، هي معادله فيها عده عناصر. لازم العميل او متخذ القرار ان كان يقدر هو يعمل المعادله الكامله ويشوف القرار الامثل ليه، او يستعين بمستشار عقاري يساعده في ده. واحنا موجودين طبعا مع اهم مستشار عقاري هيقول الناس. المستشارين كتير وناس كتير فاهمه في السوق. الفكره ان المعادله داخل فيها عناصر كتير ليها علاقه بالكواليتي، ليها علاقه بالقيمه اللي انا باخدها. اي عرض في الدنيا عرض سعر قصاده عرض فني، في عرض فني وفي عرض مالي. اي حاجه في الدنيا وانا بشتري حاجه صغيره او حتى لو مناقصه كبيره في مشروع ضخم او غيره، احنا بنقيم العرض الفني بشكل مستقل وبنقيم العرض المالي بشكل مستقل. ما ينفعش ادمج الاثنين في بعض، لو دخلت الاثنين في بعض انا هاخد قرار خاطئ. صحيح. فبالتالي عشان زي ما دايما بنقول ابل تو ابل، لما اقارن مقارنه سعريه لازم يكون مواصفات
المنتج والقيمة نفسها تتساوى. طبعا القيمة بتختلف لما يكون مطور كبير وقديم وعنده مشروعات سلمها قبل كده، غير حد لسه جديد لسه داخل السوق النهاردة. صحيح. ما عنديش سابقة أعمال أقيس عليها مدى قوة أو نجاح المطور ده. بس الشركات دي طول الوقت كانت النظرة ليها برضو إنها بتعتمد على فئة معينة أو شريحة معينة، مع دخول شرائح أخرى ومع دخول الدولة إنها تساند هذه الشرائح إن يكون ليها مكان. يعني زمان كنا بنقول إن الصحراء دي مش معمولة علشان تبقى كومباوند للأغنياء والأثرياء في مصر، ده معمولة علشان تكون مكان للشباب، علشان تكون للتوسع لكل المواطنين بكل شريحة. وبالتالي ده ما كانش بيجذب شركات بعينها لأنها عايزة شرائح معينة تبيع لها منتج معين. النهاردة الوضع مختلف مع دخول الدولة، ولا الموضوع بقى أصعب على شركات القطاع الخاص لأن المنافسة بقت شرسة مع كيانات بتقدم خدمات طول الوقت متاحة وببلاش، لكن حضرتك عشان تاخد قطعة أرض وتطورها وتصرف عليها انت محتاج اموال ضخم. طبعا، بس انا هروح لحضرتك في حته فكره الشرايح. لا، هو النهارده في حلول لكل الشرايح، وخصوصا مع مبادره التمويل العقاري اللي بنتكلم عليها. لما الاقي ان انا عندي تمويل لتمويل عقاري ب 3% وعلى 30 سنه، فبقى اذا انا بكلم كل الناس، انا بكلم كل الشرايح، مش بكلم اغنياء فقط، بكلم كل شرايح المواطنين. صحيح. كل الناس بكل فئاتهم بكل شرايحهم، اللي هياخد يونت صغيره، اللي هياخد يونت كبيره، اللي هياخد على 10 سنين، على 20 سنه، على 30 سنه، اللي هياخد بمبادره 7% ومبادره 5% ومبادره 30%. بس هل المبادره معموله لشريحه معينه ومشروعات معينه ولا مفتوحه لكل الفئات؟ لا، هي طبعا ما فيش حاجه بتبقى مفتوحه لل 100 مليون ولا 110 مليون. كل حاجه وليها معايير. اللي عايز يشتري فيلا في مراسي ب 100 مليون هياخد هيدخل في المبادره؟ هو كل مبادره بتنزل ليها معايير، وده بيضمن حقوق الشريحه او الشرائح المختلفه من المواطنين. ما ينفعش ان انا انزل مبادره، اي مبادره في الدنيا ما بتطلعش عامه على كل العالم، يعني طبيعي ان يبقى في معايير بتحكمها. بس هي لا شك انها يعني هيستفيد منها كم واحد؟ 100,000، 200,000، 500، نص مليون، مليون. فجزء من في شريحه من الشرائح استفادت. انا لو عايزه المشاهد اللي بيشوف حضرتك النهارده وهو عنده استعداد ان هو يشتري، واحنا في موسم الصيف، عارف حضرتك ان هو موسم الرواج للشراء في المدن الجديده وفي الساحل بشكل خاص، والعاصمه الاداريه دلوقتي داخله بتنافس بقوه الجلاله، فعندنا مشروعات كتيره مطروحه سواء من الدوله او من القطاع الخاص. بشكل محدد لو انا النهارده الدكتور عبد الرحمن خليل هيشتري، هيحط 1 2 3 4 اللي هينطبق على اللي حضرتك هتعمله مع نفسك. جميل. تقوله للمشاهد. جميل. هنقول ببساطة، هو رقم واحد، أنا بشتري من مين؟ مين المطور؟ مين الجهة؟ مين إن كان ككيان أو كشركاء في هذا الكيان، من وراء هذا الكيان؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، اليونت أو الوحدة اللي أنا بشتريها ومواصفاتها بالنسبة لي. قبل ما أروح أشتري لازم أكون محدد أنا عايز إيه. أستثمر ولا أسكن؟ أنا بستثمر ولا بسكن ولا ربما أكون بدخر؟ ربما اكون بعمل حسب هدفي. كل واحد عنده اهدافه الخاصه بيه. واحد عايز يشتري شقه لابنه مثلا، غير لو هو عايز يشتريها لنفسه. صح. ده ليه هدف وده ليه هدف. هل متاح ليا كعميل ان انا اعرف المعلومات دي؟ ما هو في الاخر مش كل الناس عندها القدره انها تعرف المعلومات. وحضرتك لما تروح تشتري من اي شركه او اي كيان بتلاقي دلوقتي بقى في عقد اذعان، مش عقد شراء، بقى في من 50 ل 75 ورقه انا ما بقراهمش، وفكره ان اخد محامي عشان هو اللي يشتري لي مش فكره ولا ثقافه موجوده عند المصريين. هل في جهه ممكن تقوم بالدور ده؟ بصي، النهارده بقى في زي ما في، او ممكن الجا لها لو انا هشتري، زي ما في ناس زي ما حضرتك بتقولي ممكن يبقى عقود اذعان وانا كعميل ممكن مش ضامن حقي وهو مامن نفسه تماما كمطور. على الناحيه الثانيه في مطورين نثق فيهم تماما، ان في عملاء بتروح بتمضي العقد من غير ما تقراه، وعارف ان هو هيستلم وحدته، وعارف ان هو ضامن هو بيتعامل مع مين. صحيح. الكيانات اللي بتهتم باسمها وبسمعتها، على فكره الاسم والسمعه هو اهم حاجه، اهم من العقود واهم من الورق واهم من الفلوس واهم من اي حاجه. انا النهارده بستثمر في اسمي. صح. انا ككيان او كمستشار او كاسم او حتى لو بروبرتي كونسلتنت صغير او مش شارع عقاري صغير، حد بيبيع يونتس يعني، لو هو ادى ادفايس لعميل غلط، ما هو العميل ده مش هيتعامل معاه تاني. فهو لما بينفست ان هو يدي ادفايس سليمه لمعلومه مؤكده متاكد منها، عارف الهيستوري بتاع المطور ده وده، وعارف ان العميل الفلاني لما يروح له لا انا اوجهه ناحيه الحته دي، لا الاحسن ليك روح ناحيه ده، مش عمال احرك الناس كلها في اتجاه واحد عشان باخد كوميشن معين او باخد حاجه. صح. معينه. صح. او ليا مصلحه مباشره من خلاله. فلا، هي المستشار العقاري، ودي بنقولها حتى لافراد البيع الصغيرين خالص، انت بتقوم بعمليه شراء مش عمليه بيع. بمعنى ايه؟ انت عايز تبيع اليونت دي للعميل ده. صح. انت ايدك في ايد العميل المستشار العقاري،
وبتشوف له انسب حاجه عند كل مطورين. وانا بتكلم برضو في فكره التسعير، يعني عايزه اكون قفلت ملف التسعير للي عايز يشتري، ونتكلم في الموضوع يعني نبقى جبنا جوانب كتيره منه. بكل تاكيد ان المدن الجديده دي كانت عايزه رؤيه مسبقه، مش كتير من المستثمرين كانوا شايفين الرؤيه. ولو قلنا ان يعني الاثار اللي قبل كده ان الدوله كانت عايزه مطور عقاري قوي، بعدين اتهمتهم ان المطورين العقاريين لا ده بيعملوا اعمال سمساره، فابتدت الدوله ان هي اللي تطور بنفسها. فكره كمان ان الارض خدت مرحله تانية بعد بيعها في المزاد ايام المغربي، فبقت اسعار الارض اللي الدوله شايفه انها بتديها ببلاش بقى لها قيمه وثمن، وده كمان خلى السعر يرتفع. صح. النقطه دي مرتبطه بان شركات كتيره او مستثمرين كبار من الملاءه الماليه كانوا بيحصلوا على اراضي بس ما فيش خلفيه فنيه. هي فكره اللي حضرتك قلت ايه، صحيح. انا هدرس العرض فني وهدرس العرض مالي. صحيح. اصبحوا موجودين على ارض الواقع، عندهم ارض، فكره التمويل بقت فكره صعبه. ازاي انا ممكن انتبه ان المشروع ده ارض وليس مشروع يمتلك المؤهلات الفنيه مهما كان هيقدم لي اي اغراء من اغراءات السعر المنخفض؟ حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، هي متعلقه بموضوع دراسات الجدوى المتكامله، دراسه الجدوى الفنيه، دراسه الجدوى التسويقيه، دراسه السوق كويس، دراسه الجدوى الماليه، دراسات الماليه والتحليل المالي اللي خليني اقول اتحرك هنا ولا هنا. لما المطور العقاري او من يملك قطعه ارض، يعني مجازا بنسميه مطور، المطور مفترض يكون طور حاجات قبل كده، مشروعات كتيره يعني. صحيح. انما هنقول ان هو مطور تحت الاختبار او مطور في بداياته يعني، اللي عنده قطعه ارض لازم يعمل دراساته دي كلها قبل ما يحدد وقبل ما يفتح وقبل ما يسعر اليونتس بتاعته، عشان لما يقول 10,000 او 20,000 او 30,000 المتر يبقى الرقم ده يبقى دارس هو رايح فين وهقدم بيه ايه للعميل قبل ما بقول الرقم. مش بقول الرقم عشان اصل السوق بيتحرك في المساحه دي، فانا بحط اسم، بحط بيبيعوا ب 10 فانا هبيع بتسعه. انا في ناس دون ذكر طبعا اسماء، في اصحاب مشروعات باعوا مشروعات بالكامل سولد اوت، وبعد ما باعوا بيجوا لنا كمستشارين يقول لنا مش عارفين نعمل ايه. صح. ودي مصيبه طبعا. واللي عندهم الارض مش قادرين يبنوا، ما هو بيبقى اصلا سعر غلط وباع بسعر رخيص ومش هيعرف يسلم الوحدات دي. طبعا دي حالات قليله مش كتيره قوي، مش عايز اعمم على القطاع العقاري، معلش بس دي حالات موجوده واسماء كبيره طبعا، وبيبقى في الموقف ده قدامه قدام طرق مش لطيفه. ما هو يا اما هيجي على حسابه هو ويخسر، او يعني ياخد من مكسبه ويدي للعميل عشان يلتزم ويقدر يسلم الوحدات دي، يا اما هيروح يعمل مشروعات تانيه بنفس الطريقه يفتح عشان ياخد منها فلوس ويدفع يقدر يبني المشروع ده، ودي مشكله وقع فيها بعض الناس السنوات اللي فاتت. صحيح. ودفعوا ثمنها بعد كده. صحيح. دفعوا ثمنها في سمعه وفي التزام وفي حاجات اللي كتير جدا، اللي هي فكره المستريح بس بطريقه مختلفه في العقار يعني. فيعني مشاكل كتير جدا بتحصل لانه ما بيحصلش دراسات كامله من الاول مظبوطه، فيحصل تسعير. انا كعميل افهم ازاي او اتعامل ازاي؟ يعني النهارده حضرتك بصي حضرتك هقول لك باختصار، اي شركه ما لهاش علاقه بالعقار ما عندهاش سي في ما اشتريش منها؟ مش دايما، لا مش دايما، في احيان بيبقى في فرص حلوه جدا. ما هو النهارده الناس اللي استثمرت وكسبت مع شركات، بداوا مع شركات جديده خدوا بسعر قليل عشان مع شركه جديده وقدر يكسب، بس مش كل الناس كده. حضرتك النهارده القطاع العقاري في مصر بيتراوح تقريبا من 300 ل 350 مليار جنيه مبيعات سنويه، منهم قد ايه اندايركت سيلز يعني من خلال مستشارين عقاريين ومن خلال وسطاء، بنتكلم في حوالي من 75 ل 80% اوفرول على مستوى الجمهوريه. في مناطق معينه وصلت 90%. ليه بقول اندايركت سيلز؟ يعني من خلال مستشار عقاري، من خلال وسيط. مش كل الوسطاء مستشارين حقيقيين، بس يعني بتكلم انه كتير من العملاء ممكن ما يقدرش ياخد القرار زي ما حضرتك بتقولي. هو انا اي مطور جديد وحش؟ طب اي مطور جديد؟ ففي الحاله دي برجع وفكره ان انا كعميل اما بشوف اعلانات في التلفزيون وفي اول دور بقول دي شركه جباره، واو دي ضخمه، هي ازاي هتقدر تعمل الاعلانات دي من غير ما تكون يعني الدوله مدياها سبورت بشكل او ما يعني. ما هو سلاح ذو حدين، انا النهارده بعمل اعلانات عشان اعبر عن حاجه قويه جدا عندي وبعرف الناس بيها، وانا ما عنديش حاجه غير الاعلانات. طيب يعني كده اصبحت ان الاعلانات مش معيار، مش معيار وحيد، اسماء الشركات مش معيار، حجم الارض مش معيار. طيب هبقى بحرجك لو قلت المعيار اللي الدكتور عبد الرحمن خليل بيحكم بيه لاستثماره الشخصي ايه؟ سابقة الاعمال معيار قوي جدا،
رقم اتنين زي ما قلنا مين المطورين، مين اللي وراء الموضوع، حتى لو ما فيش سابقة اعمال فبعرف مين الشركاء، مين الهيستوري بتاعهم، تحديدا حضرتك دلوقتي بتستثمر فين؟ لا شخص. في اكتر من حاجه طبعا، في اكتر من مجال، مش هتقول لا لا طبعا. بشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله تكون نصايح حضرتك وكل النصايح اللي انت قلتها بناء على دراسات كبيره، وحضرتك واحد من اهم المستشارين اللي بيساعدوا مش بس الافراد لا الشركات الكبيره، وبتستعين بحضرتك ان شاء الله تكون رؤية واضحة بالنسبة للمشاهد وللمستثمر. النهاردة اللي عايز يشتري عقار للاستثمار لازم يعرف هو رايح فين، والمدينة الجديدة اللي هيشتري فيها رايحة بمستوى العملة اللي موجودين فيها لفين. كمان اللي عايز يشتري للسكن لازم يشوف المبادرات اللي بتعملها الدولة ويتأكد ان المشروعات دي قائمة على ارض الواقع. فكرة ان هشتري بسعر رخيص في نفس المكان اللي فيه سعر اعلى فكرة مش مقبولة، وفكرة عمرها ما هتاخدنا لمكسب. بشكركم مشاهدينا الكرام، وبشكر حضرتك على وجودك معانا مرة ثانية. شكرا لحضرتك.